السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوان بخير، لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ أموركم هانية؟ كلشي بخير؟ الله يحفظكم. المهم الإخوان سيبوا لي بزاف وكنعتذر بكم، يعني درت عليكم مدة طويلة لسبب معين، هو أنني كنت مصلح في الباج ديالي. إن شاء الله تعالى أنا فيديو خاص باش نوريكم الباج مع بعض المعلومات بالزربة إن شاء الله تعالى. وسيبوا لينا بزاف إن شاء الله تعالى، غيكونوا غير الخير. غيكونوا فيديوهات زوينين هاد العام بزاف. المهم كيفما العادة ما تنساوش ديروا اشتراك وابوني وخليكم معايا في الفيديو ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم عند الفاج ابو انس. كيفما كتشاهدوا معنا هاد الشرج نديرو بالنسبة لفصل الصيف. لاباس عدو، غنقول لكم علاش ان شاء الله تعالى. المهم نحن الباب، بسم الله. السلام عليكم. بل اخوان كاين بزاف البرودويات هنا، كاين اللي داير عليه فيديو، كاين اللي باقي. بزاف الناس غيسولوني دابا، هذا غير فيديو باش تولعوا معنا شويه وصافي. ان شاء الله كل حاجه غتكون بالتفصيل ان شاء الله تعالى. هذه بلاصه كنديروا الخواتم، كيمشي دار وصول الخواتم ان شاء الله. بزاف الناس كيسولوني على هاد ايكريك باش كتعني، هذا السطام ديالي اللي كندير في الباك انا بالنسبه للفراخ. المهم هنا انا فراخ سكتو سبحان الله. هذه بلاصه استوديو اللي كنصور، لا الماء انا كنستعمل الماء ديال الخابيه. المهم هذا فوطاي كنتولعو نبركو هنا الاخوان. هذا الشرجم علاش داير هاد جوج شبابك؟ كيدخل ليا دابا الهواء من هنا، البرد من هنا، وانا نقول لكم علاش من بعد، نقول لكم علاش ان شاء الله. مرحبا بكم. تحية لخويا ابراهيم اللي صايبين الصنادق، تبارك الله ما شاء الله عليه، الله يبارك. هذا الاخوان ديال الحرارة والرطوبة، بالنسبة للرطوبة دابا حاليا طالعة بواحد وسبعين، يعني من ستين لتسعين مزيانة كنظن. ودرجة الحرارة دابا تقريبا الوحدة، يعني منتصف النهار عندي 25، يعني زوينة مخيرة بزاف. اخوان هاد القفوزة اللي صايبت هادو صايبو ميا واحد السيد سير كومون، بزاف الناس غيسولوني في صايبتي هاد القفوزة. هذا السيد والله ما مسالي وشديت ليه بزاف لي كوموند واعتذر ليا، يعني غير حشم مني شوية وصافي. دابا انا طارق الذكورة بوحدهم والإناث هما جامعهم هنا، عادة غنطلقهم ان شاء الله من بعد واحد يومين. يعني السيد قلت لكم على حساب القفوزة، راه عييت ما نقوليش ديك الكوموندات ما بغاش، حتى يطور ان شاء الله المشروع ديالو. وديك الساعة نبدا يعني ندير فيديو خاص به ونقاد الامور. المهم كيف ما كتشاهدوا معنا تبارك الله، داكشي كان في مستوى رائع. هاد الوكالات راه كيجمعوا في القريعة، بزاف الناس غيسولوني تقريبا ندير شي 25 درهم الوحدة، حيت هما اللي لقيت حاليا في السوق، هما اللي باغي نستعمل انا وحدي الاخرين. باقي لي انا واحد السيري، حتى انا درت سلالم، عندي بزاف سلالم، نورمالمون كل سلوم فيه ربعة قفوزة، باقي لي واحد القفوزة كنتسناهم هنا باش غيجيوني هنا ثلاثة القفوزة، ثلاثة السيريات، كل سيري فيه ربعة، وهنا كذلك، اضطريت أنني ندير هذا المسرح، بينما جاوني واحد ربعة قفوزة أخرين، يعني ثمانية قفوزة لي خاصين. هنا اللي بغيت نهضر لكم عليه، هادو هما الفرافر اللي درت. بالنسبة للهواء كيجي من هنا، هاد الفرفارات يعني كيجرو داك الهواء باش يدور في هاد لاصال، هاد الصالة، وكيخرج الزنقة برا. هادو هما الضوء ديال الفرفارات، يلاه كانوا خدامين. أنا بالنسبة ليا كل ساعتين كيخدمو عندي نص ساعة أوتوماتيك داكشي، هما والإنارة إن شاء الله. المهم كان هذا فيديو خفيف ظريف، تحية لكم أخوكم أبو أنس. وان شاء الله داكشي غيجي بالتفصيل ان شاء الله تعالى، خليكم معنا ان شاء الله غنديروا الفيديوهات. وهذا هو السبب الاخوان اللي خلاني تعطلت بزاف، يعني مابقاش كندير لكم فيديوهات،
المهم ادعوا لنا ولانفسكم بالبركه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.